شوف كله متدون وكله متسجل، كله متدون وكله متسجل، واللي النهاردة في وسط الجند متبجل بكرة القضاء ينزل على دماغه مستعجل. واعلم أن كل ظالم يمر بأربع مراحل، المرحلة الأولى وهي الإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين، ثم يأتي الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم التزيين ها اللي احنا عايشين فيه، وزين لهم الشيطان أعمالهم، ثم المرحلة الرابعة والأمين الأخذ، وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة. الله غالب.